أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات اغتيال واحد وجهاء عشيرة بني تميم في هجوم مسلح جنوبي مدينة البصرة. ونطالع في البصائر، مجلسون وجثث المتفسخة لا زالت تشكل خطرا على صحة العوائل. ونقرأ في المدى، مجلس البصرة يركن طلب الإقليم وينشغل بأضخم موازنة تصل المحافظة منذ 2014. وجاء في كتابات، العقوبات الأمريكية على إيران تضعف تمويل العراق لحزب الله اللبناني. ونطالع في الزمان العراقي، هدر 279 مليون دينار لشراء إطارات وبطاريات في مديرية المرور. ونقرأ في العرب الجديد، نظر مواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمين في السودان. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في القدس العربي، نتنياهو بدأنا ببناء بلدة في الجولان ستحمل اسم ترامب. أهلا بكم. نضحك على أنفسنا ويضحكون علينا، نشاهد أحداثا عشناها من قبل، شاركنا في تفاصيلها، فعلنا بها، سكبنا أنهارا من الحبر حولها، وفجأة تعرض علينا من جديد وتعرض علينا من جديد بالأحرى، فنتعامل معها كأننا نراها للمرة الأولى، وكأن هناك اتفاقا غير معلن بيننا جميعا على أن نشارك في مسرحية. نحن جمهورها وممثلوها، ولم تنتهي المشاهد المثيرة التي قام بإعدادها قبل سنوات صاحب صخرة بغداد، حتى أعدت لنا جهات سياسية وحكومية مشاهد مسرحية جديدة عن الشهادات المزورة والمسؤولين الحكوميين، كتب علي حسين في صحيفة المدى. في إحصائية مثيرة أجراها أحد الزملاء، اكتشف أن أكثر من نصف المسؤولين والنواب حصلوا على شهادات عليا أثناء فترة الجلوس على كرسي المنصب أو عضوية البرلمان. وأضاف الصديق الذي أثق بدقة معلوماته أن 3 دورات للبرلمان والحكومة أنتجت المئات من أصحاب الشهادات العليا، بل ذهب الغرام بالبعض منهم أن حصلوا على شهادات عليا باختصاصات لا علاقة لها بما درسوه في الجامعة. فنجد أن أحد الوزراء يتحول من طبيب إلى ماجستير في العلوم السياسية، وآخر من رزخون إلى دكتوراه في علوم الاتصالات، وثالث يسجل رقما قياسيا في شهادات التخرج فيحصل على بكالوريوس في الهندسة وماجستير في علم النفس ودكتوراه في العلاقات الدولية. أما عن بطل فضيحة جهاز كشف الزاهي، فقد اكتشفنا أنه حصل على الدكتوراه في القانون في الوقت الذي عشنا معه مهزلة أمنية لم تشهدها بلاد مثل الصومال. لا حدود في جمهورية الطوائف لأي شيء سوى المصالح الضيقة، لأن المصالح العليا هي المواطن العراقي الذي يجب أن يشعر بالأمان والكرامة والحرية والعدالة قبل الائتلافات والتحزبات الطائفية. يقول الكاتب، لا أجد تفسيرا واحدا إلا إن ما يجري هو عبث من نوع خاص، عبث لا يختلف كثيرا عن تصريحات النائب حمد الموسوي الذي يطالب بفتح ملفات الفساد وأن يتولى سيادته رئاسة الهيئة الأخطر من هذا، أن يرفع هيئة النزاهة وهي الأخطر، والبعض يرفع شعار دعهم يمرون لترسيخ قواعد زواج الفساد بالمنصب الحكومي، ولينال المزورون التكريم والحماية، وليستعد الناس المساكين لظهور سياسي آخر يطالب بتأمين تشريعات تحمي الفاسدين في المرحلة المقبلة وإقرار قانون يكفل البقاء للأفسد وللفاسدين والوقوف بصلابة ضد المغرضين من الذين يرفعون شعار المواطنة والكفاءة والنزاهة، لأنها شعارات أثبتت زيفها. جاء في الزمان، لم نستبشر خيرا عندما
أعلن في فترة ما عن استحداث المجلس الأعلى لمحاربة الفساد، والسبب ليس لأن ضد الفكرة من حيث المبدأ، ولكن هناك عدة أسباب، وفي مقدمتها أن هناك مجالس كثيرة سبقت هذا المجلس، منها المجلس الزراعي الأعلى ومجلس المياه، وثانيا أن المجلس ليس له أي سند قانوني، لا سيما وأن هناك الكثير من المؤسسات التي تعنى وتعني وتدعي محاربة الفساد، وفي مقدمتها النزاهة، والتي أصبحت ومع مرور الأيام تحتاج لهيئة للنزاهة، وكذلك مكاتب المفتشين العمومين، وهم الأكثر سوءا من حيث الفشل والتردد مع وجود مجاملة وتغطية للكثير من ملفات الفساد التي تعج بها تلك المكاتب، وفق مقال الكاتب علي الشاعر في صحيفة الزمان العراقية. لقد أثار انتباهي ولا أقول استغرابي ذلك البيان الذي أطلقه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، والذي أكد فيه بضرورة تقديم الأدلة على هذه الاتهامات إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين. وبخلافه يحتفظ المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي الاتهامات، ولا نعرف هل اطلع السيد رئيس الوزراء على ما جاء من تهديد وليس البيان، خاصة وأن التهديد كان واضحاً، وفي نفس الوقت متناسياً أن الحكومة وحدها هي كفيلة بمعرفة صدق التهم من عدمها. لذا نستطيع القول إن الفساد في العراق ليس حالة طارئة أو حادثة عرضية أو موضوعاً يخص فئة أو جهة أو شخصاً، بل أصبح حالة عامة من شمال العراق إلى جنوبه. وهنا أود الإشارة لبعض الملفات، وفي مقدمتها ما يحصل في المنافذ الحدودية وملف بيع النفط عبر المنافذ الحدودية، وتحديداً البصرة وشمال العراق. يضيف الكاتب أن من يريد محاربة الفساد عليه أن يبدأ أولاً بحيتان الفساد، والأمر لا يحتاج لمعجزة، فقط تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ سؤال وجيه، والمقارنة بين ما يمتلكه هؤلاء قبل وبعد 2003، وأعتقد الأمر سهل جداً لمن يريد ذلك، مع غلق الحلقات الزائدة التي تساعد على الفساد، وفي مقدمتها مكاتب المفتشين العمومين، وإطلاق يد القضاء وتحريرها من تسلط الساسة، مع تخليص القضاء والقضاة من البعض الذي لحق به نتيجة الإفرازات السياسية، وكذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي يتيح تشكيل لجنة تحقيقية في الملفات قبل تحويلها للنزاهة، لأن هذه اللجنة كانت وتبقى تحت رحمة الوزير والمفتش. لا يخفى على أحد ما تعرضت له محافظة الموصل من مآسي وويلات والعبث بمقدرات المجتمع الموصلي ليخرج بجراحاته بعد حرب طاحنة. أصبحت المدينة فاقدة لأبسط صور العيش الرغيد بعد الدمار الشامل وانهيار البنى التحتية، ليدخل في متاهة السياسيين والإدارات الفاشلة من خلال بيع وشراء المناصب السيادية في بورصة علنية وصفقات من وراء الكواليس، وبدعم شخصيات معروفة لها ثقلها في الساحة السياسية والتباري من أجل الحصول على منصب المحافظ بعد إقالة محافظها السابق بتهم الفساد وسوء الإدارة، حتى اشتعلت بورصة الأحزاب السياسية للوصول إلى الكرسي. عن بيع المناصب في الموصل كتب حسن شنقالي في موقع كتاباته: ما زال الصراع بين الكتل السياسية في العراق على منصب محافظ نينوى محتدما، بل وصل إلى طرق متقدمة في كسب ود أعضاء مجلس المحافظة بالترغيب تارة والترهيب تارة للظفر بالمنصب الذهبي، مقابل إعطاء كل عضو في المجلس 250 ألف دولار وسيارة موديل 2019. وقد حصل البعض من الأعضاء على نصف المبلغ كعربون مقدما سلفا. ما هكذا ترد الإبل يا ساسة البلد؟ أين أنتم من كل ما يحدث في أروقة الظلام وتحت جنح الليل وفي لقاءات مشبوهة وبرعاية أجندات لها أهداف بعيدة عن المصلحة العامة وتسودها المصالح الشخصية والغايات اللاشرعية؟ وكان من الأجدر على الكتل السياسية المنضوية تحت مظلة مجلس المحافظة التوافق على شخصية معروفة بتاريخها النزيه ومن الكفاءات التي تزخر بها مدينة الموصل، من أجل النهوض بالواقع الخدمي وإعادة المدينة إلى رونقها الجميل قبل احتلالها من داعش. كاتب يقول: الفساد في الموصل يمهد لفتح الباب على مصراعيه للاضطرابات الأمنية والعودة إلى المربع الأول بعد تجدد نشاط داعش في المنطقة.
نقرأ في الوطن العماني حيث يقول الكاتب وليد الزبيدي: من أكثر البيانات المضللة في تاريخ الولايات المتحدة ذلك الإعلان الخطير الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن الانتصار الكبير الذي تحقق في الحرب على العراق. وفي صبيحة يوم الأول من مايو من العام 2003 اتجه القائد العام للقوات المسلحة الأقوى في العالم إلى الفرقاطة الأمريكية إبراهام لينكولن وتتجلله فرحة هائلة ويمشي متبخترا أمام كاميرات الصحفيين ليلقي خطابه المجلجل ومعلنا تحقيق النصر في حرب العراق. إن العبرة ليس في حسم المعركة بصورة نهائية، لكن المهم من يحسم الحرب. وفي الوقت الذي رأى فيه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن الحرب عبارة عن تلك المعركة التي بدأت في 20 آذار مارس من العام 2003 وسارع لإعلان النصر الكبير في حرب العراق دون أن يتأمل المشهد من زواياه المختلفة، ولم يدر في حسبان بوش وقياداته وخبرائه ومستشاريه أن طلقة واحدة ستطلق ضد قواتهم، خصوصا أن أمريكا الأولى في العالم وأن العراق منهك بعد حصار تواصل لأكثر من عقد من الزمن، وأن القوة الأمريكية قادرة على العصف بكل ما يقف بوجهها. لكن من المفترض أن يقرأ التاريخ بدقة ويراجع كل خطوة ويمحص قراراته، وكان عليه التوقف كثيرا عن حدث خطير حصل في بغداد، فقد سقط جنديان من قواته قتلى بنيران المقاومين العراقيين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من احتلال العاصمة العراقية. وأن يتذكر أن أول عملية نفذها المقاومون الفرنسيون ضد القوات الألمانية تمت بعد ما يقرب من سنة ونصف من الاحتلال. ويختم الكاتب بالقول إن بوش الابن لم يتوقف عند خسائر قوته أمام المقاومة العراقية خلال شهر نيسان أبريل، فخلال 20 يوما من 10 الأوائل وحتى 30 من نيسان أبريل قتل المقاومون العراقيون 22 أمريكيا حسب اعتراف القوات الأمريكية، وهذا وحده كفيل بالنزول من عربة الغرور وعدم إعلان نصره الذي حوله العراقيون إلى كابوس ما زال متواصلا. يقول الكاتب غسان شربل في الشرق الأوسط: على مدى 4 عقود متتالية رقصت الثورة الإيرانية مع 7 رؤساء تعاقبوا على مركز القرار في بلاد الشيطان الأكبر. كانت الرحلة طويلة وشائكة وحافلة، شهدت تبادل ضربات وتخللتها هدنات ومفاوضات. مشهد الأمريكيين رهائن في سفارة بلادهم في طهران وتفجير السفارة الأمريكية في بيروت وركام مقر قيادة المارينز في العاصمة اللبنانية. ويمكن أيضا القول إن إيران عثرت في عهد باراك أوباما على فرصة غير مسبوقة، أبرمت اتفاقا نوويا مع الدول الست وبينها أمريكا بعدما نجحت في إبقاء هجومها الإقليمي الواسع والشاسع خارج دائرة النقاش والتفاوض. من الخطأ الاعتقاد أن إيران تستطيع أن تستكمل مع الرئيس دونالد ترامب الرقصة نفسها التي نفذتها مع أسلافه الستة. لقد غير ترامب لغة التخاطب داخل أمريكا وخارجها. في الداخل لغة التخاطب مع الحزب الآخر ووسائل الإعلام، وفي الخارج لغة التخاطب مع دول معادية أو منافسة أو حليفة. لهذا يبدو تكرار المشاهد السابقة صعبا وقليل الاحتمال، حتى لا نقول مستحيلا. هل يمكن مثلا تكرار أزمة الرهائن ولو على أرض أخرى؟ وهل يمكن قيام وكيل إيراني بتفجير سفارة أمريكية في العالم والمخاطرة بترك بصماته هناك؟ هل يمكن مثلا تكليف فصيل عراقي باستهداف قاعدة التلف الأمريكية بصاروخ إيراني أو تكرار تفجير السفارة الأمريكية في بيروت؟ من المستبعد أن نرى مجددا هذا النوع من المشاهد، والسبب هو أسلوب ترامب وصعوبة التكهن بردود فعله والمدى الذي يمكن أن يذهب إليه. التوتر بين أمريكا وإيران ليس جديدا، الجديد هو اعتراف المسؤولين الإيرانيين أنفسهم بأن العقوبات الأمريكية موجعة فعلا. لنترك جانب التهديدات التي يطلقها مسؤولون إيرانيون، لنتركها جانبا، والتي تعتبر والتي تعتبر بالأحرى أن القطع البحرية الأمريكية ستكون لقمة سائغة للصواريخ الإيرانية في حال اندلاع نزاع.
الجديد أيضا هو أن ترامب لا يستطيع التراجع إذا ما أقدمت إيران على أي تحرش عسكري بقوته. خطوة من هذا النوع ستنال من صورته وحظوظه في ولاية ثانية لم يعقبها رد تأديبي صارم. تحديات جسيمة وخطيرة تواجه ثورة الشعب السوداني، وتستوجب أن نضعها في مقدمة الأولويات ونتعامل معها بكل جدية مطلوبة، وإلا شكلت مدخلا مريحا للانتكاس. أولى هذه التحديات أن انتصار الثورة يظل جزئيا وغير مكتمل ما دام قد توقف عند الإطاحة برأس سلطة تحالف الاستبداد والفساد أو غطائها السياسي، بينما جسده باق ينخر في عظام الثورة وينسج خيوط غطاء سياسي بديل لينقض ويحكم من جديد بقوة الدم المسفوح. وحتى إذا لم يتمكن جسد هذا التحالف من استرداد السلطة فلن يهمه شيء، ولن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع دموي شرس سيكتسب الديمومة بفعل عدد من العوامل الداخلية والخارجية. عن ثورة السودان وتحدياتها كتب الشفيع خضر سعيد في صحيفة القدس العربية: إن السودان حاليا به أكثر من 5 جيوش وعدد من الميليشيات المسلحة، إضافة إلى ما تواتر من أنباء حول بعض الميليشيات المتواجدة خارج السودان واستعداداتها لدخول البلاد لنصرة هذا أو ذاك في صراعات السلطة. هل نغمض أعيننا عن هذه الحقيقة ونواصل التعامل مع قضية السلطة وكأن هذه الجيوش غير موجودة، أم نبحث في كيفية التعامل الحكيم معها حفاظا على استمرار السلمية ومنع تكرار تجارب ليبيا وسوريا واليمن؟ تحد خطير آخر هو فشل الثورة حتى الآن ولأكثر من 5 أسابيع منذ انتصارها في تشكيل حكومتها، بينما إدارة البلاد على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية تركت لقيادات الخدمة المدنية المتنفذة في المواقع القيادية والتي وصلت إلى هذه المواقع بعامل الولاء للنظام البائد وليس بعامل الكفاءة والترقي الوظيفي الطبيعي. وفي ظل حقيقة موجودة على الأرض والواقع أن هذه الثروات لم تمس حتى اللحظة ويجري استخدامها في التحذير الجدي للانقضاض، وفي ظل حقيقة أن الجرائم البشعة التي ارتكبت خلال 30 عاما الماضية في باني حراك الثورة لا تزال دون مساءلة أو عقاب، بل مرتكبوها لا يزالون في موقع السلطة، وفي ظل وجود قوة مسلحة ضمن هياكل السلطة الحالية تدين بالولاء لتحالف الفساد والاستبداد وعقيدتها القتالية الانتقام من الشعب ومن ثورته، يمكننا الدفع بقوة حول منطق حديثنا حول إمكانية انقضاض هذا، ويعزز من الإمكانية والوجود والتحالف على الثورة واستقطابات المحاور الخارجية وحربها بالوكالة على أرض السودان بحسب الكاتب. بعيدا كل البعد عن السياسة، أكدت سامسونج إلغاء هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد وفقا لموقع إلكتروني معروف، وكانت الشركة قد طرحت فوربس الجهاز للطلب المسبق وأرسلت العديد من النماذج المعينة للصحفيين التقنيين والتقنيين أصحاب الحسابات الشعبية على يوتيوب، لكنها تفاجأت بأن العديد منهم بدأوا يواجهون مشاكل رئيسية مع الجهاز بعد أيام فقط من الاستخدام وتحديدا في الشاشة الداخلية الجهاز. ولمعالجة الموقف استعادت سامسونج الهواتف وأبلغت عملائها بأنها ستؤخر إطلاق الهاتف الذي يبلغ سعره 2000 دولار، لكن يبدو أن الأمور تغيرت وأسقطت الشركة هاتفها القابل للطي من سلسلة هواتفها. مع ذلك فإن الشركة ستشحن بعض الأجهزة للمستخدمين الذين طلبوها بالفعل وأبلغوها مباشرة بأنهم ما زالوا مهتمين باستلامها. وكانت سامسونج قد أبلغت عملائها الذين طلبوا الهاتف بضرورة تأكيد طلبهم، وقالت إنه في حال عدم تلقيها ردا أو أنها لم تشحن الهاتف بحلول 31 من مايو آيار فإن طلبهم من المحتمل أن يعتبر ملغى، حيث
يتلقى أولئك العملاء أجهزة تعاني من مشكلة الموثوقية ذاتها التي واجهت الذين اختبروا نسخ ولم تحدد من سامسونج بعد تمت المعاينة ما إذا كان جالاكسي فولد سيعود إلى الأسواق ومتى ستكون هذه العودة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.